اهلا بيكم يا جماعه. انا النهارده جاي اكلمكم عن التو دو اب اللي عمله الزميل محمد ابو سريع، واحمد الالفي عمل عنه فيديو ان هو حاول يحط فيه بعض الاكسبيليتي فيتشرز بانه يغير فيه شويه، وانا حبيت اوري ازاي انا ممكن ابروتش اب زي ده، ان انا اعمل له ريفاكتورينج واخليه بالستايل اللي انا بتكلم عنه دايما، مور فانكشنال، مور تايب ريستريكتد. ان انا بحب الاستاتيك تايبينج، وبحب ان الابلكيشن يبقى لما اعمل ريفاكتورينج او ما اعمل اي تغييرات فيه ما يبقاش فيه ايرورز ران تايم قدر الامكان، واخلي الموضوع ال invalid state unrepresentable اللي انا بتكلم عنه دايما. فحبيت اعمل فكرة زي دي بحاجة already الكوميونتي بيتكلم عنها، ونشوف يعني ممكن نعمل ايه كده. فانا عملت كلون للريبو دلوقتي. هبص على الباكج دو جيسون. هو بيستخدم عادي بعض الباكجز اللي بتستخدم في اي رياكت اب. انا احبذ ان انا استخدم تايب سكريبت في حاجه زي كده، وهو انا ملاحظ ان هو بيستخدم رياكت سكريبتس، ودوت معناه ان هو الابلكيشن معمول بكرييت رياكت اب. فانا ممكن اشوف لو حابب اضيف تايب سكريبت على كرييت رياكت اب اضيفها ازاي. انا بحب تايب سكريبت لاني بقدر اضيف تايبس على اي جافا سكريبت كود بتعمل معاه، وبالتالي وهي التايب سيستم بتاع تايب سكريبت جميل، يعني مش اقوى حاجه في الدنيا، لكن بيسمح في كابابيلتيز حلوه كتير عن اي بروجرامينج لانجويج تانية زي سي شارب وجافا وغيرها. فانا هحاول احط تايب سكريبت على المشروع ده. ف تو اد تايب سكريبت بيقول لي npm install وتسيف تايب سكريبت وتايبس نود وتايبس رياكت وتايبس رياكت دوم وتايبس جيست. انا غالبا هو بتهيألي مفيش اصلا كده كده جيست وباقي الحاجات ديت. انا عموما برضو لما ببدا استخدم تايب سكريبت بحاول الغي التعامل مع بروب تايبس. بروب تايبس ده اللي هو الران تايم تشيكينج بتاع رياكت، وده اتوقع يعني استخدامه بعد ما تضيف تايب سكريبت وتبدا تستخدم تايب صح بيبقى الى حد كبير ما ملوش لازمه كباكج يعني. فانا حاليا هلغي موضوع جيست ده، هخلي رياكت دوم. والصراحه انا يعني ما بحتاجش تايبس بتاعت نود، اتوقع ان احنا مش محتاجينها، فانا همسحها و npm install كده كده بيسيف. فانا هحاول اضيف الكلام ده ونشوف. انا فكرة ما عملش npm install كده كده، فنشوف لو npm ناقصوا اي packages. انا كنت بقول لألفي حاول يكبر التكست شوية، احاول اكبر التكست قدر الامكان. ومبدئيا كده يعني خلينا نبص على الكومبوننتس على ما npm ينزل الباكجز. طبعا بنبدأ بindex.js اللي هي فيها react dom render، ودي عموما ممكن ما غيرهاش لانه انا عموما ما بستخدمش تايبس في الروت بتاع رياكت ابلكيشن قد كده. هو طبعا لو بدات المشروع كله بتايب سكريبت غالبا بتبدا بدوت بانه يبقى دوت تي اس بدل دوت جي اس، بس يعني احنا ممكن نغيره دلوقتي حاليا ونشوفه هيتغير ولا لا. انا عايز اشوف هل رياكت سكريبتس هيلقط على طول انا بستخدم تايب سكريبت ولا لا. خلينا نبدا نغير في الفايلز ونشوف ايه اللي هيحصل.
هو ده ايرور غالبا عشان الباكجز ما مش كلها نزلت لسه، فانا منتظر لما الباكجز كلها تخلص. هو على فكرة احتمال برضو ان ده يبقى لازم TSX extension، لان type script ما بتسمحش ب JSX syntax جواها. غالبا ده اللي كانوا محتاجه. ماشي، هعمل ده TSX برضو، نشوف ايه اللي هيحصل. غالبا انا بمسح، او يعني عموما ما بحتاجش. انا لاحظت هنا برضو في الكومبوننتس يعني ما بحتاجش البروب تايبس، فانا ممكن نمسح البروب تايبس من هنا كمان. ما اعرف شو واخد وقت طويل ليه. فلو مسحنا بروب تايبس ودورنا على بروب تايبس عموما، طبعا هو بيستخدم يارن، انا ما عنديش اي اعتراض على يارن، يارن عظيم. اولا بمسح بروب تايبس ونشوف اي يوزجز ليها، وهي عموما لو عملنا سيرش على اليوزجز نقدر نشوفها ونمسحها كلها. او على فكرة احنا هنحتاجها كده كده عشان نحدد التايبس بتاعتنا. فاحنا لو بنغير دوت لتايب سكريبت مباشرة، انا ممكن اكتب الكود بتاع تايب سكريبت ونستخدم الديفينيشنز اللي اوريدي محطوطة في الكود. فانا عموما بحاول اضيف تايب اسمه بروبس واحط فيه التايبس اللي احنا محتاجينها. يعني هو عندنا مثلا دارك مود فلاج هنا، وهو انا شايفه تحت هنا بول، فانا هحطه ان هو بوليان في تايب سكريبت. وهنحتاج دوت على انه فانكشن، بس طبعا هي بروب تايبس ما بتقولكش هي فانكشن من ال ايه، فيفضل ان احنا نقول هي فانكشن من ال ايه. هنحاول نشوف استخدامه ويستخدمها ازاي. هو بيديها نيو داتا، وهو هو البوليان برضو اللي هو مديه لها، فهو غالبا ده بوليان. فاحنا ممكن نقول الفلاج ده بوليان وبيرجع علينا void، لانه ستر غالبا مش اكتر. انا بستخدم هنا prettier برضو للفورماتنج، فهتلاقي الفايلز بتعمل فورماتنج مباشرة. دي من التبس العظيمة. هو خلص هنا، ممكن نتأكد ان كل حاجة تمام بانه يمسح البروب تايبس برضو. خلي يمسح البروب تايبس وهنبدأ نغير الفايلز بتاعتنا لTSX ونشوف لو في اي ايرورز بتظهر مباشرة من تايب سكريبت. هو على فكرة انا نسيت اعمل حاجة مهمة جدا، وهي اني احط التايب سكريبت كونفيجوريشن فايل tsconfig.json. مجرد ما نبدأ الاوتو كومبليت هنلاقي في حاجة كتير ممكن مباشرة نعملها. زي انا بحب اكتيفيت الستريكت مود. الستريكت مود فيه مميزات كتير تقدروا تقروا عنها في التايب سكريبت دوكيومنتيشن. هو بيمنع كتير مشاكل في التايب سيستم، يعني بيخلي التايب سيستم مور ستريكت، وهو من الاسم يعني واضح. فهو يعني يفضل استخدامه دايما. وزي ما انتم شايفين غالبا اولا بدأنا حطينا طبعا تايب سكريبت ليها ليها بعض الاوبشنز التانية مع الاي اس موديولز. اعتقد لازم تعملها انيبولينج
لازم نعمل JSX. نقول له انه يكمبايل JSX React. ده كله بالاوتو كومبليت. انا ما طبعا بساعات بحتاج ابص على configuration already اعمله copy paste, بس يعني عموما لو بدأت create react app بتايب سكريبت هو بيبقى حاطط الconfiguration ده دي already. لو عدينا على الفايلز بتاعتنا شايف الفايل ده احمر ففي مشكلة هنا. طبعا هو بيقول لي هنا ان هي implicitly any type, وده معناه ان هي ان هو ما شافش التايب بتاع props اللي انا حطيته ده, لان انا ما قلتلوش ان ديت الparameters دي of type props. فهنا اولا بقول ان هي type props بيعمل type checking ويلاقي كل حاجة تمام. الهيلبرز طبعا هو عشان جي اس فايل, الهيلبرز جي اس فايل, فاحنا محتاجين نغيره ل تايب سكريبت فايل. ومجرد ما نغيره تايب سكريبت فايل بنبدا نلاحظ ان التايب سكريبت تبدا تشتكي ان ديت ايه تايبس اني تايب, يعني مش معروف التايب بتاعها ايه بالانفرنس, لان تايب سكريبت بتحاول تعمل انفرنس للتايبس بتاعت الفاريبلز او البارامترز او ايا كان. فيفضل ان احنا نكتب طبعا التايبس بتاعت ايه الحاجات دي. فعموما احنا هو بيحط بعض في الهيلبرز ده بيستخدم لوكال ستورج اي بي اي وبيحط بعض الكيز. فاحنا حتى لو بصينا بس على ان الجيت ايتم نفسه بتاع اللوكال ستورج البارامترز بياخدها ايه, وبياخد سترينج ويرجع سترينج او نال. فهو الكي عباره عن سترينج, وكذلك هنا نفس الكلام كي سترينج لانه بيسيت الايتم والفاليو دايما سترينج في اللوكال ستورج. فزي ما انتم شايفين الدنيا بسيطه يعني, وغالبا بعد ما ده يتصلح ده يتصلح. جميل. السيف تو داتابيز بيقول لي ان هو الدارك مود فلاج, انت بتقول لي ان النيو داتا ديت بوليان وبتحاول تديهاني على انها سترينج, على الرغم من ان انا قلت له هنا ان هي ايه الكي والفاليو بوث ار سترينجز. وهو من الملاحظ هنا ان هو بيعمل جيسون سترينج فاي كده كده. فالداتا ده معناه ان هو ممكن يبقى اي تايب, وده فعلا ممكن نستخدم اي تايب هنا, واتوقع ان احنا ممكن نستخدم الاوبجكت تايب برضو, لان اي حاجه في جافا سكريبت عباره عن اوبجكت. ومجرد ما تقول له ان الداتا ديت عباره عن اوبجكت, وده على فكره تايب افضل من ان اني, يعني يحبذ ان انت لو تقدر تستخدم الاوبجكت بدل اني استخدم الاوبجكت احسن لانه مور ستريكت تايب. فهنا شيء لطيف, هو هنا قال لي ايه ان كده تمام, كده بياخد داتا من اي جافا سكريبت اوبجكت ويحولها ل السترينج, لان احنا بنقول كده كده جيسون سترينج فاي, وفي نفس الوقت بنقول جيسون بارس هنا طبعا. طبعا فيتش داتا هنا طبعا جيسون بارس بترجع اني, فهي كده كده بترجع اني. فاحنا ممكن نكتب برضو ان هي بترجع اني, او ممكن ما نكتبش حاجة خالص, او برضو ممكن نخليها ترجع جافا سكريبت اوبجكت. طيب خلينا نكمل. وهي نفس الكلام بالضبط. اعتقد هي دي نفس التايبس بالضبط اللي كانت عندنا هنا في دارك مود توجل فيو. مجرد ما اعمل كده هنشوف هل هي ده صحيح ولا لا. وده صحيح, احنا عندنا ست دارك مود فلاج, لان احنا كده كده نعمل زي بلامينج او سباكة لهذه البارامترز, لهذه البروبس بتاعت رياكت. هو بيشتكي ان سوشيال لينكس ملوش تايبس,
وطبعا هيشتكي ان ديت اس في جيز. عمري ما فكرت ازاي اقدر امبورت اس في جي تايب سكريبت. واضح انه سؤال معروف. يعني من واضح ان دي تريك لطيفة. هو بيحاول يقول ويب باك او يعني التايب سكريبت كومبايلر ان اي فايل بينتهي بدوت اس في جي عبارة عن لي كونتنت وكونتنت ده اوف تايب اني, بحيث يخلي تايب سكريبت ما تعملش تشيكينج على هذه الفايلز. وبيضيفوا فايل عبارة عن كاستم دوت دي اللي هو ديكلاريشن لتايب سكريبت. فهو بيقول ان احنا مجرد ما نعمل كوبي لهذا الفايل ممكن نقول له هنا svg مثلا دوت دي دوت تي اس, ونديله ان احنا هن انكلود, ودي عبارة عن اوبشنز للتايب سكريبت كومبايلر, بحيث تقول له يو انكلود انهي فايلز بالظبط. معلش انكلود غالبا برا, هلا صح انا عايزه انكلود كل حاجه, بس خلينا نشوف هو هيقول ايه هنا. Duplicate identifier source. فين source هنا؟ غالبا عشان انا عملته هنا svg. انا بحاول افيجر اوت ما معنى هذا الموضوع. واضح انه ماذا لو انا شلت خالص الانكلود تاني. وعلى فكرة الاطهر واحد, هو ما كانش لازم احطه في الانكلود ده اعتقد, لانه كده كده الفايل بقى في الدايركتوري بتاع السورس بتاعي, لاني غالبا لازم احطه جوه السورس نفسه. هي دي المشكلة غالبا. خلينا نشوف هنا. هو على فكرة شاف الديكلاريشن ده, يعني هو انا مجرد ما اني اعمل له كومنتنج هيبدا يايرور ده صحيح, ولو رجعته
هيبدأ يبقى تمام. وعلى فكرة الـ any type في حد هنا قال ان انت ممكن تعمله في type للـ SVG من React. خلينا نشوف كده لو ده هيدينا اي ده شيء لطيف جدا ان هو ايه خلالي ان ده عبارة عن React Functional Component of SVG Attributes. ويعني ده لو حبيت لو حبينا نتعامل مع الـ Attributes بتاعت SVG غالبا هيبقى فيه Autocomplete وده يبقى شيء لطيف. طبعا انا مش متأكد ان هي هل دي الـ Attributes صح ولا لا، بس هو غالبا دي الـ Attributes صح لو ده يعني SVG Attributes فعلا. فانا اتوقع ان ده حل لطيف جدا، ان احنا بنقول اي موديول بينتهي بدوت اس في جي الكونتنت بتاعه عباره عن هذا التايب وبن اكسبورت ديفولت الكونتنت ده. ماشي. ها لان لينك هنا عبارة عن لان السورس بتاع الايمج هنا اوف تايب image html attributes، وانا لو ب pass svg element يبقى غالبا التايب ده مش صحيح قوي. فاحنا غالبا any كويس حاليا. او خلينا برضو نعمل الجافا سكريبت اوبجكت. لا يبقى any غالبا كويس. any كويس حاليا للأسف الشديد. ماشي. هو اكيد ليها طريقة احسن من دوت ان احنا نقول له ان هو ده SVG، او ممكن يبقى فيه مشكلة في ال definitions بتاعت TypeScript types بتاعت ال source. ما علينا، هنكمل. طبعا هنا نفس الكلام type props tasks عبارة عن list of tasks. ممكن نقول ان هي list of task و set tasks عبارة عن function بتاخد task من نوع task وترجع void. طبعا احنا ما عندناش type task، ف type task عبارة عن ممكن نبص عليه من tasks بتخدم ازاي بالذات غالبا في map function. task ليها dot done ده غالبا احتمال كبير يبقى boolean، و dot value غالبا string، و dot id اتوقع ان integer بس او number عموما. بس في prop types تحت ايه. طيب هو حاططها هنا ان هي array of object، وده مش كافي لاني بحب اضيف بنحب ان نبقى كل حاجة متعرفها، يعني مش مجرد object وخلاص. ففي id وقلنا انه غالبا number، وفي value وغالبا string، وفي قلنا ايه done ودي غالبا boolean. طيب الجميل في الموضوع ان احنا مجرد ما نحط types هنشوف هل type بتشيك ولا لا، وده غالبا احنا مش محتاجينه خلاص. prop types وكذلك الـ prop types هنا.
وده لو حطينا ان هو of value props نشوف. و ال on update task بتاخد event و task id. والايفنت هو الايفنت بتاع رياكت غالبا لو احنا بنستخدم اون ابديت تاسك. وده انا دي حاجه انا عايز اعمل لها برضو ريفاكتور. نشوف ايه اللي بيحصل هنا. اللي انا بحبه ان احنا لو بنباس هنا الايفنت, و انا مش عارف احنا بنباص الايفنت ليه عشان ناخد الفاليو. طيب اللي انا احبه اكتر ان احنا ناخد الفاليو دي نباصها في الفانكشن من الاول, وده هيدينا فليكسيبيليتي لطيفه هنشوفها دلوقتي. خلينا ندور فين اون ابديت تاسك event.target.value. وبكده on update task بياخد, ويا value هنا على فكرة لو بصينا عليها هي string على طول مباشرة, فده شيء يبقى لطيف جدا ان احنا بنقوله ان هي ايه ال value بتاعتنا وايه ال id task id بتاعنا. وبكده ما بنحتاجش task value دي خالص, وعشان ما نقعدش نعمل rename هخليها task value على طول. هو هنا بيستخدم برضو set tasks بال state بتاعت react بال callback, بموضوع ال callback, ودي دي اسمها functional update تقريبا في react hooks. انا مستخدمش كتير functional updates بهذا الشكل, بس انا عارف ان هي استخدامها يفضل لو هذا الابديت بيعتمد على الستيت اللي قبل كده, وهو غالبا بيعتمد على الستيت اللي قبل كده هنا بالذات ان احنا بنعمل ابديت لتاسك معينه بس. لكن انا بحبذ عموما لو اليوزر بينتراكت مع يعني هذه الست ستيت بتحصل مع اليوزر انتراكشن, وده غالبا ما بيبقاش بسرعه الجافا سكريبت اكسكيوشن اني واي. فانا بحب على طول مباشره ان انا استخدم الكلوجر اللي هو الستيت نفسها جايه لي اوريدي في البارامتر هنا, فانا ممكن استخدم تاسكس دي مباشره كالستيت بتاعتي اللي هي البريفيوس ستيت, ونشوف هل الدنيا هتمشي صح كده ولا لا. هو غالبا يعني اتوقع ان هي هتمشي صح. وانا احب برضو ارجعهم مباشرة فاحنا من ماب. وبرضو انا بحب حاجة تانية وهي اني اضيف استخدم الترنري اوبريتور بحيث ما اعملش ريتيرن. مش فالد لسه, في حاجة غلط. عندي غالبا الست تاسكس في حاجة ناقصة. انا هاخد السيفت وداتابيز دوت في مكان تاني, وهذا الريتيرن غالبا ملوش لازمه. جميل,
كده السنتكس على الاقل مظبوط. فاللي انا عملته هنا ان انا حولت هذا زي الكول باك اللي هي الفانكشنال ابديت اللي كانت بتحصل هنا، ناخد البريفيوس ستيت لاني استخدم مباشره الفاريبل اللي في السكوب بتاعي وبعمل عليه الماب وعلى اساسه بعمل الكونديشن ستيتمنت، ولو هو التاسك اي دي يبقى انا بضيف التاسك فاليو الجديده للتاسك ديت، بعمل ابديت للتاسك فاليو ديت، وغير كده بعمل برجع التاسك زي ما هي. وده فانكشنال كود مظبوط جدا رائع يعني. وانا ما غيرتش حاجه، انا مجرد بستخدم بس ترنري اوبريتور مش اكتر. اللي انا عايز احطه بقى في السيف تو داتابيز، بحب استخدم رياكت يوز افكت. وهو على فكره التيم بتاع رياكت غالبا بيستخدم يوز افكت في هذه فكره ان اي افكتفول كود غالبا يفضل ان هو يستخدم ب يوز افكت. انا عملت بيج داون، سوري بيج اب. فيوز افكت ممكن تاخد فكره سيف تو داتابيس ديت وبتاخد ديبندنسيز. وعلى فكره ممكن تفكروا في فكره يوز افكت ديت بانها هي الرياكتيفيتي بتاعت رياكت. يعني هم اخيرا ضافوا فكره الرياكتيفيتي في رياكت، لان دي كانت فكره مش موجوده. ودي لو حد بيتعامل مع RxJS او بيتعامل مع فيو او بيتعامل مع اي فريم ورك تانية فيها رياكتيفيتي هيبقى فاهم هذه الفكرة. رياكتيفيتي ان انا بعمل سبسكريبشن، كأني بعمل سبسكريبشن لتاسكس، اي تغيير يحصل لتاسكس انا باكسيكيوت هذه الفانكشن. وده معناه ان هي ايه، لو انا غيرت التاسكس هنا باني اسيت تاسكس باكسيكيوت السيف تو داتابيز وبحط التاسكس كي على انه التاسكس فاليو الجديده اللي جات لي، لان دي اتغيرت اوريدي في السكوب بتاعي. وده معنى كده ان انا دي الجديده اللي عندي، فانا مش محتاج خلاص ان انا اعمل نيو تاسكس وغيره. انا بعمل حاجه هنا وبيقول لي argument of type task is not assignable to parameter of type task. وده عشان set tasks بتاخد task array. ماشي، جميل جدا، احنا لقينا غلطة في ال types بتاعتنا. والشيء اللطيف برضو ان انا ممكن احط ديت مباشرة تحت الست اليوز ستيت بتاعتي، بس انا عشان ما بعملش يوز ستيت انا باخدها على طول مباشره من هنا. فانا حتى الكود ده ممكن اخده تماما بره عند اليوز ستيت، وده شيء يبقى افضل بكتير. انا عايز اشوف الريفرنسز بتاعت تاسك ليست. Find all references. Sorry. طيب هو غالبا انا لسه ما عملتش كل حاجة لتايب سكريبت، فاحتمال تبقى ديت بالظبط كده. فانا هنا عندي اليوز ستيت اوريدي، فانا مجرد لو حطيت تحت على طول اليوز افكت الكود بقى مور كوهيرنت، لان انا بقيت بعرف التاسكس على طول مباشرة على انها امتي ليست، وبعدين بقول له يوز افكت ولو حصل اي تغيير في التاسكس ديت سيبها لي تو داتابيز. فانا عملت كاني في كوهيرنس اكتر للكود بتاعي، يعني كوهيرنس في ان هو موجود جنب بعضه مش كوهيرنس للكود ستراكشر يعني. وده شيء افضل بكتير من اني احط السيف تو داتابيز مع التغيير اللي بيحصل في اليوزر انترفيس. ده في رأيي أنا الشخصي. الحاجات دي برضو
اغلبها subjective more than objective. طيب احنا ممكن نكمل هنا في السريع. should confirm the boolean. وانا مش هحاول اغير الكود ده خلاص، يعني هو هي الفكرة ايه، ان لو الكود بسيط زي ده انا غالبا بقلبه لترنري اوبريتور لاني بحس ان الكود ابسط بهذا الشكل. ونفس الكلام لهنا set tasks، برضو دي بتغير على التاسكس بتفلتر، وغالبا انا برضو بحبز ان انا طول ما فيش فكرة، يعني غالبا مش هيحصل racing condition، بحاول اشيل الموضوع البريفيوس ستيت ده. يعني هم اتوقع برضو الناس بتوع رياكت بيحاولوا ما يخلوش الكود نفس الكلام هنا. شوفوا ده شيء لطيف برضو، ان انا ما احتاجتش اعمل سيف تو داتابيز اعملها كولينج توايس. يعني انا دلوقتي اقدر امسح ديت، وانا متاكد ان انا مجرد ما اعمل سيت تو تاسكس اللي هي سيت تاسك اللي هي ديت، على طول اليوز افكت هتريجر عندي وسيف تو داتابيز. يعني انا خلاص انا مش مضطر اكتب سيف تو داتابيز خلاص تاني، مجرد ما اعمل سيتنج في اي حتة هيحصل التريجر ده مباشرة، مش محتاج ريتيرن حاجة، مش محتاج ده ومش محتاج ده وده كمان. جميل. نفس الكلام هنا، انا ممكن استخدم الانكي داون. طبعا هو قال في خلاص اتكلم عن الموضوع دوت، هو انك لو حطينا الباتون جوا فورم البريسنج انتر اوريدي بيعمل سبميت، والفورم ديت ممكن تعمل سبميت. يا ربي ألفي تقريبا حطها، انا مش متذكر الفيديو بالظبط، بس هو يعني ألفي هندل الحته بتاعت ان الانتر كي بيشتغل من غير حتى هذا الهاندلنج بتاع الايفنت دوت، وان انا اشوف هل في انتر ولا لا واعمل اديت والكلام ده كله. فانا ممكن اشيل الموضوع ده خالص، وممكن اخلي برضه فكرة ان دوت عبارة عن setting already للedit mode بدل ما بهندل الايفنت بهذا الشكل. ممكن نشوف هل الكي داون انتر ولا لا، ولو انتر بعمل كي داون، ولو فولس يبقى ما عملش حاجة، يبقى انا ممكن احولها على طول لشورت سيركتينج اند اوبريتور. وبكده مش محتاج هذا الاف كونديشن، والايفنت محتاج منه التارجت فاليو، يبقى دي تاسك value هي عبارة عن string، والتاسك اي دي هيبقى number، وخلاص انا مش محتاج ديت. وهنزل تحت اقول له اديني مباشرة ال event target value. ده حقيقي، لان هو
تحقيق، لان الايفنت هنا الايفنت عبارة عن كيبورد ايفنت مش اون تشينج ايفنت، فبالتالي مفيش فاليو جايلي هنا. اتوقع لان انا كده كده هعمل ابديت اون تشينج، هل current target ممكن ليه ال current target بتشتغل؟ لان ال current target هنا عبارة عن ال input element نفسه، ال target عبارة عن اتوقع ان هو input element برضو event target. بس من الواضح ان هو هنا لو ملاحظين حتة ان انا الطيب في الاول في الاخر هنا ده ال event target بس، لكن لما بقلبه ال current target بيبقى عبارة عن الانترسكشن ما بين الايفنت تارجت وال مش الانترسكشن اليونيون اتوقع ما بين الايفنت تارجت والانبوت اليمنت. ولو انا غلطان في دوت ممكن حد يصلحني طبعا، انا مش متأكد، انا بحاول اشوف التايبس. اون ريموف تاسك، فين الاون ريموف تاسك؟ احنا قلنا ان هي بتاخد نمبر او بوليان، والبوليان من الواضح ان هو اوبشنال، فانا ممكن اروح هنا اقول له ان هو اوبشنال واشوت كونفيرم ان هو مش دايما يبقى او لا، لو انا ما حطيتوش غالبا يبقى ترو. انا بحدد ازاي اوبشنال arguments في TypeScript. sorry default parameters. اتوقع ان انا ممكن اشيل هذه الموضوع، او لو انا حابب احط التايب نفسه ممكن احطه كده غالبا. صح ماشي. كده انا حطيت ان هو ديفولت لي ديفولت ارجيومنت، وبكده هو قدر يعرف ان انا لما بحطش هذا الارجيومنت بيديني على طول ترو. ودي كلها فيتشرز في جافا سكريبت، يعني ما بستخدمش حاجه مختلفه. نفس الكلام هنا، مش محتاجين هذه الـ previous state. ونفس الكلام ونفس الكلام save to database ملهاش لازمة، return ده كله ملوش لازمة كالعادة. البالانس بتاع الparentheses تمام. task id number، task id number. طبعا لو هتكلم بقى عن برضو موضوع ال invalid make invalid state unrepresentable، فانا ممكن اخلي ال edit mode id عبارة عن null او number، وده هيخلي
تايب سكريبت تساعدني في التايب تشيكينج، ان انا لو التاسك اي دي بنال وهنا سوري ساعة الماوس بتاعي بيخرف. معلش التاسك اي دي لو بنال سوري الاديت مود اي دي لو بنال فغالبا مش هيعمل تايب تشيكينج لو انا بستخدم الاي دي ده بشكل مختلف. طبعا هو هنا عشان انا بستخدمش الاي دي بشكل مختلف، لكن انا هحاول اخلي كل السيت مود السيت اديت مود ده باي دي بزير بماينس 1 هخليه بنال من باب ان انا بقى فكره النال عندي ديت هي الاساسيه. بس انا حاسس ان انا ميسينج حاجة، وان المفروض يبقى في edit mode should edit task جميل. فشوت اديت تاسك دي في حد ذاتها انا ممكن اتخلى عنها تماما. ليه؟ لان مجرد التشيكينج بتاع ان التاسك اي دي بتاعي سوري الاديت تاسك اي دي الاديت مود اي دي مش نل، او ممكن اخليها اكسبليسيت يعني. سوري لو الايديت مود اي دي بتاعي بنال هظهر الباسكت ايكون اللي هي الديليشن ايكون، وكذلك هنا لو الايديت مود اي دي بتاعي خلينا نتاكد ان انا كان هي not should edit task معناها ان الايديت مود اي دي بتاعي بنال زي ما انا كتبت في الاخر تمام. لو انا اقدر اعمل ايديت للتاسك اي دي ده معناه ان هو الايديت مود اي دي بتاعي مش بنال. وعلى فكره دي تريك لطيفه في جافا سكريبت اتعلمتها برضو، وهي ان الدبل ايكوال ساين. انا عارف ان احنا المفروض نستخدم تريبل ايكوال ساين، لكن اللطيف مع نال وانديفايند ان انا الدبل ايكوال ساين بتحل محل ان هي ايكوال 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 نال او ايكوال 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 انديفايند. فانا دايما احب افكر في اللانجوج بتاعتي ان انا ما عنديش تو انديفايند بالشكل ده، انا ما بحبش يبقى عندي انديفايند ونال. فانا توحيدهم هو عن طريق ان انا استخدم الدبل equal sign مع null او مع undefined برضه، لان جافا سكريبت بتعتبر null و undefined لما بنستخدم double equal sign بانهم قيمة واحدة، وده شيء لطيف. انا عارف انا طولت، كان المفروض الفيديو ده ياخد وقت اقل. Save to DB المفروض ان هو يجي من helpers و tasks بيقولي ان هنا خلينا هنشوف موضوع ال search bar dot ان هو TSX ونرجع للإيرور التاني بعدين.
طيب هو ده نفس الكلام تقريبا. خلينا نصلح دي الاول. تاسكس بيقول لي ان التايب اوبجكت وهو دي حاجه انا اكيد عملتها في حته معينه، تاسك ليست مثلا. لا التاسك ليست بياخد تاسكس من نوع تاسك اري is following is missing the following properties of the type task array: length, pop, push, concat, and 26 more. ليه بقى؟ هل طيب ما tasks هنا بياخد اهوت task array؟ اه تمام. لان انا عملت، لانه هو احنا ما عملناش call use state بالtype اللي احنا متوقعينه، والtype بتاع task في حد ذاته موجود في هنا، وده ممكن اخده للمكان الاصلي وهو هنا، وبما اني بستخدمه هنا برضو يبقى اعمل له export، وما اني بعمل import هنا لبعض الحاجات هعمل import للtask type ده. خلينا نعمل import في الاخر. هو task list لا components tasks tasks.view، وانا في components task list وبكده انا بعمل import للtype ده. ولما ببقى بعمل import type بس ممكن اكتب import type، ودي ده syntax type script. fetch data تمام جميل. يبقى fetch data هنا عشان بترجع object فاضي، ودي هنا هي دي المشكلة، ان انا محتاج fetch data بترجع type of task، او بفتش داتا بترجع تايب اوف ايا كان هذا الاوبجكت. فالشيء اللطيف ان انا ممكن اعمل فتش داتا نفسها بترجع تايب اوف تايب تي، وتايب تي ده ممكن احدده ان هو يكون اي تايب. اعتقد ان انا لازم احطه هنا بالظبط. والتايب دوت معناه ان انا عملته جينيريك، ان انا اقول له فتش داتا من نوع ايه وهو يرجع لي من النوع دوت. طبعا انا ما بعملش هنا تايب تشيكينج على البورس، بس المتوقع على الاقل ان انا لما اعمل فيتش داتا ببقى عارف ايه الداتا اللي انا متوقعها. وهنا هو مباشره بيعرف ان هي تاسك. يعني انا ممكن اعمل نفس الكلام ده كان انا عملت اليوز ستيت بتاعتي بالظبط جينيريك هنا، فسواء حطيتها هنا او هنا هو عارف خلاص ان انا محتاج تاسك ليست. تمام. طبعا هنا ست تاسكس عبارة عن task محتاجين هنا import. جميل. ومحتاجين نعمل هنا على فكرة سواء حطيت هنا type او ما حطيتش غالبا type script بتقبلها. انا مش متذكر الرولز بتاعت امتى احط type، بس كلاهما غالبا صحيح. برضو انا بحبش احط الايفنت تارجت هنا، احطه تحت افضل بحيث ان انا وبما اني بعمل كده كده set input value مباشرة، فانا ممكن اعملها calling تحت، ده يوفر عليا. عموما لما الكود يبقى كونسايز بيبقى المينتنانس بتاعه ابسط.
again totally remove save to database ملهاش اي قيمه هنا خلاص use effect return مش لازمه set input value هنحتاجها لان احنا بنريست القيمه بتاعه الانبوت و set task هنا على طول بتاخد list of ال tasks ها طيب يا اما هضطر باس التاسكس من اول وجديد يا اما هستخدمها زي ما هي مستخدمه فانا انا هخلي الكود ده زي ما هو يعني انا ممكن اقول ان تايبس لتايب سكريبت ان دي عباره عن تايب تاسك اري لان انا عارف ان الستيت بتاعتي عباره عن تاسك اري وهنا بيقول لي ان هي الاي دي الفاليو هل عشان ضن هل ده اللي ناقصه لا مش ده اللي ناقصه ايه اللي ناقصه انا كده تأكدت ان النيو داتا طبعا المشكلة ان انا حددت الست تاسكس بتاعتي بان هي بتاخد تاسكس وترجع void لكن الحقيقة ان هي الحقيقة ان هي بتاخد كول باك فانكشن هنا بتاخد كول باك فانكشن من البريفيوس ستيت اللي هي عبارة عن تاسك اري وحاجة بترجع الستيت الجديدة اللي هي task array وترجع لي void وديت انا لازم اسمي الفانكشن هنا غالبا لازم اسمي الفانكشن انا لازم اسمي الفانكشن ماشي وديت ال 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 التايب سيجنتشر بتاعت ست ستر الجديد وان ست تاسكس بالكول باك فانكشن اللي هي اللي مستخدمه في معظم الكود هنا هي بتاخد البريفيوس ستيت هي يعني انا بدلها فانكشن بدلها فانكشن حد هنا الفانكشن دي بتاخد previous state وترجع لي new state ده اللي انا عملته هنا تاخد previous state وترجع new state والفانكشن دي لما الست set tasks بتاخدها بترجع لي void يعني set tasks هي ما زالت function لازم تاخد argument وترجع لي حاجه فالargument بتاعها هو عباره عن callback function والreturn type بتاعها عباره عن void وبكده حلينا هذه الفكره on key down هنا ال event key enter فانا ممكن اقول له على طول ال event لو ال key بتاعي ب enter اعمل add new task
وعلى فكرة هي دي بالظبط كأني عملت كده يعني null أو whatever. يعني هي الفكرة ان هي اعمل حاجة لو ال key value بانتر اللي اي الاي بانتر سوري ال event key. for غريب جدا ان يبقى for doesn't exist on type label لان for موجود في label إلا إن أنا لو missing something else. من الواضح إن في React بتهندل for بإنها تقول HTML for زي class بتقول لها class name, وده غالبا internal لأن for بتستخدم internally في React مثلا بشكل معين. فدي مثلا بج ما كانش حد يقدر ياخد باله منها من غير ما يبقى عنده تايب سكريبت, وده شيء رائع. طيب تمام, في ايرور هنا, احنا ما صلحناش كل حاجه هنا تقريبا, عايزين نصلح ده بسرعه. هو هايد كومبليت تاسكس فلاج هو هنا هو عبارة عن بوليان, ولما حطيت التايب كل حاجة بقت تمام. طيب اللي انا طبعا مش متأكد منه وان احنا هل كرييت رياكت اب شيء رائع, كرييت رياكت اب عرف على طول ان ده تايب سكريبت بروجكت وضاف بعض ال configuration. بصوا انا ما ضفتش اي configuration من الكلام ده كله, هو create react app على طول مباشرة نضافها. وغالبا على فكرة اتوقع ان انا لو شلت دي دلوقتي غالبا مش هحتاجها, لان انا اتوقع ان هي معتمد على حاجة تانية تتعامل مع الموديول ان هي ES next, وغالبا ده انا مش بحتاجه. طبعا في ايرور هنا, نفس الايرور مش فاهم الايرور ده بس ماشي. ده شيء رائع ان هي رياكت بيقول لي ان سوري تايب سكريبت بتقول لي ان دارك مود فلاج هنا انت بتقول لي ان هو هي بتعمل inference غلط, يعني في inference انا غلط بتقولي ان وفين فايلي معلش سوري app, وان dark mode هنا هي مش شايفاه ان هو boolean, هو شايفاه ان هي function. فانا لو قلت له ان انا ده boolean الدنيا تبقى تمام, وال app واضح ان هو شغال يونيفرسال والدنيا تمام. حبينا نديليت اوكي والدنيا زي الفل, ولو عملنا ايديت امسح, ولو عملنا ايديت وتمام. وده كل اللي انا كنت عايز اقوله النهاردة. معلش هو الفيديو يمكن كان تيديوس شوية, بس هي الفكرة في استخدام تايب سكريبت عموما ان هو بيخلي بعض الايرورز تظهر اثناء الديفلوبمنت. احنا اتوقع هننهي هنا, وانا حبيت بس يعني اعلم الناس حاجة مختلفة عن لو ما يعرفوه, لو اي حد ما يعرفش كتير عن تايب سكريبت او ما يعرفش كتير عن يوز افكت او غيره في رياكت,
أتمنى إن ده يكون فيديو مفيد لي، ولو عندكم أي فيدباك يعني قولوه في كومنتات أو ابعتولي مباشرة. وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم على خير إن شاء الله.